مساء الخير. تضعضع جديد أضيف هذا المساء إلى الموقف الأمريكي، فبعد تعديل أوباما وإبقاء الضربة لسوريا تحت النقاش، خرج من البيت الأبيض ما قد يعيد الوضع برمته إلى نقطة الصفر. فالبيت الأبيض أعلن أن لا أدلة دامغة حتى الآن على تورط النظام السوري في استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة، لكن الموقف الأمريكي الجديد حافظ على لهجة تصاعدية، معلنا أن أوباما سيذهب إلى العملية العسكرية حتى من دون موافقة الكونغرس. هذا في واشنطن. أما في نيويورك فقد انتهى اجتماع دام 45 دقيقة لمندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن من دون أن يدلي المشاركون بأي تعليق. وبحسب معلومات خاصة بالجديد، فإن المندوب الروسي لم يقدم في هذا اللقاء أي مشروع اقتراح مضاد للمشروع البريطاني الداعي إلى ضرب أهداف عسكرية واستراتيجية سورية ردا على مجزرة الغوطة، خلافا لما كان متوقعا على إثر الدعوة الروسية إلى عقد هذا الاجتماع. أما على الأرض فقد أنهت لجنة المراقبين الدوليين يومها الثالث، وإلى حين اختتام أعمالها وخروجها من البلاد يوم السبت المقبل، لا خطوات متوقعة قبل هذا التاريخ الذي يعقبه اجتماع لمجلس الأمن يكون مبنيا على خلاصة عمل لجنة الكيميائي. لكن تريث الإدارة الأمريكية قد لا يكون متصلا بعمل اللجنة، إذ لطالما شنت أمريكا حروبها على النوايا النووية، فخلقت الحرب وأقامت عليها الذرائع، وهذا العراق حال نابضة بالحرب والتقسيم وطوابير الموت. وقبله كانت أفغانستان التي احتلت ودمرت وطلب فيها رأس طالبان ومللها قبل أن تجد أمريكا نفسها تتوسل إلى الحركة المتشددة محاورتها. وبموجب ما تقدم فإن حسابات الإدارة الأمريكية غيرها عند الأمم، وتريث أوباما مرده اليوم إلى عبارة لم تفلت منه عبثا عندما تحدث عن تبعات ضرب سوريا وانعكاسها على أمن إسرائيل. هذا الكيان الذي إذا ما بحثت عن شعبه اليوم تلقاه تحت الأرض وقد التحف الملاجئ وتزود الأقنعة الواقية. هو أمن إسرائيل إذن من وضع المكابح في العجلات الأمريكية الطائرة، عدا أن الكونغرس كان آخر من يعلم وقد طلب نقاشا واستماعا إلى وزيري الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هيجل اللذين سيقدمان إحاطة بشأن الموقف في سوريا، إحاطة مماثلة أجراها مجلس العموم البريطاني واستمع إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي مال مع الهوى الأمريكي وتراجع عن حماسته بعد اعتراض حزب العمال، وقال إن الضربة رهن بنتائج التحقيق. إيطاليا أعلنت أنها لن تشارك في أي عملية عسكرية ضد سوريا من دون تفويض من مجلس الأمن. سبقها الفاتيكان خلال استقبال البابا لملك الأردن، حيث اتفق الطرفان على أن الحوار هو الخيار الوحيد لوقف الصراع في سوريا. والحل السياسي كان على هاتف بوتين وأنجيلا ميركل، حيث اتفق الطرفان على إمكان تسوية النزاع سياسيا، وأكدا أهمية دراسة مجلس الأمن تقرير البعثة الدولية. إذن هو تريث وتخبط دوليان في المواقف بين داع إلى التدخل العسكري وآخر إلى الحل السلمي السياسي. الأسد مستعد لمواجهة أي عدوان. في خضم الحديث عن موعد الضربة العسكرية الأمريكية على سوريا، برز موقفان أمريكيان. الأول من وزارة الخارجية التي أعلنت أن الهدف هو الرد على استخدام السلاح الكيميائي في سوريا وليس القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق. أما البيت الأبيض فقد أعلن على لسان المتحدث باسمه جورج إرنست أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجري اتصالات مكثفة مع الحلفاء لبحث الرد المناسب على النظام السوري، لافتا إلى أن أوباما يأخذ بعين الاعتبار القرار الدولي وتصريحات جامعة الدول العربية. وأشار إرنست في مؤتمر صحفي إلى أن الأسد لديه مخزون كبير من الأسلحة الكيميائية وسيحاسب على ذلك، معتبرا أنه لا يمكن مقارنة ما حدث في العراق بما يحدث الآن في سوريا. سنذهب إلى العملية العسكرية ضد الرئيس السوري بشار الأسد حتى من دون موافقة الكونغرس. حتى الآن ما من أدلة دامغة على تورط نظام الأسد في استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة، لكن النظام السوري هو الوحيد القادر على استخدام السلاح الكيميائي، وسننشر قريبا تقرير الاستخبارات الذي يدين نظام الأسد بمجزرة الغوطة.
وتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري سيكون مرتبطا بمصالحنا وبمصلحة أمننا القومي. لندن التي شهدت شوارعها مسيرات شعبية حاشدة تنديدا بالحرب على سوريا، أبرزها خارج مقر رئيس الوزراء البريطاني، والتي أعلنت المعارضة العمالية فيها أنها ستصوت ضد اقتراح الحكومة بشأن التدخل العسكري، تذرعت بموقف خبراء الأمم المتحدة وبقرار مجلس الأمن. وأكد رئيس حكومتها ديفيد كاميرون في جلسة لمجلس العموم البريطاني أنه لا يمكن التفكير في القيام بعمل عسكري ضد سوريا إذا كانت هناك معارضة كاسحة في مجلس الأمن. نحن لا نريد سحب الأسلحة من النظام السوري، ولكن نريد تقويض قدرة النظام ومنعه من استعمال السلاح الكيميائي. أي عمل سنقوم به تجاه سوريا يجب أن يكون قانونياً وأن يرتكز على نقطة واحدة هي منع استعمال السلاح الكيميائي مستقبلاً. ألمانيا من جانبها أعلنت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدا أهمية دراسة مجلس الأمن تقرير البعثة الأممية إلى سوريا، وبأن الحل لا يكون إلا سياسياً. أما باريس فقد شددت على أهمية العثور على مخرج للأزمة السورية. وبعد لقائه رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة، أوضح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده لا تزال تدرس الخيارات الأخرى، لافتا إلا أنه في ظل الموقفين الروسي والصيني في مجلس الأمن تبدو المسألة معقدة. يجب بذل كل جهد من أجل حل سياسي، لكن هذا لن يحدث إلا إذا استطاع الائتلاف أن يظهر كبديل يتمتع بالقوة اللازمة خاصة على صعيد جيشه. نحن الآن نقول إن هذه الجريمة لن تفلت من العقاب، يجب أن يكون هناك ردع قوي أممي دولي من حلفاء الشعب السوري وعلى رأسهم الجمهورية الفرنسية. وكذلك نحن الشكر موصول إلى موقف حلفائنا الآخرين، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. أقول للشعب السوري ولأهلنا في داخل سوريا بجميع مشاربهم إن أي عقاب لن يطال إلا هذا المجرم. وكانت روسيا قد أعلنت أنها سترسل سفينتين مضادتين للغواصات وطراد الصواريخ موسكفا إلى البحر المتوسط، فيما أعلن البنتاغون إرسال مدمرة خامسة إلى شرقي المتوسط. وكشفت فرنسا أن الفرقاطة شيفاليه بول الحديثة غادرت ميناء تولون الفرنسي لتنضم إلى مجموعة السفن الأمريكية والبريطانية المرابضة قرب السواحل السورية. لجنة المفتشين الدوليين في سوريا تختتم يوم تحقيقاتها الثالث. فيما ينهمك العالم بترجيحات توجيه أو عدم توجيه ضربة غربية عسكرية إلى سوريا، واصل المحققون الأمميون لليوم الثالث على التوالي مهمة التفتيش عن أدلة على استعمال الكيميائي في الغوطة الشرقية قبل أن ينتهي عملهم السبت المقبل بتقرير مفصل يقدمونه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، الذي كرر قوله إن استعمال الأسلحة الكيميائية من قبل أي فريق كان هو جريمة ضد الإنسانية. ولم تعطل أنباء قرع طبول الحرب أحداث العنف الجارية على الأرض، إذ أفادت شبكة شام الإخبارية عن نشوب اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في دارية في الغوطة الغربية. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 30 قتيلا سقطوا اليوم، معظمهم في حلب وحمص ودمشق وريفها، وذلك بعدما تجددت الاشتباكات في هذه المناطق. وأعلن الجيش الحر استهدافه مقار تابعة لقوات النظام في سفيرة ونبل والزهراء في في حلب، في وقت جرت فيه اشتباكات في محيط حي الخالدية، فضلا عن أنباء تفيد عن استهداف حواجز لجيش النظام في الجبيل والرصافة تزامنت مع اشتباكات في حي الصناعة في دير الزور. إلى ذلك أفادت المعارضة عن بدء قوات النظام بإخلاء بعض مواقعها في دمشق تحسبا للضربة العسكرية، وهو ما نفاه مسؤولون رسميون عسكريون. وقد رصد ناشطون من جهة أخرى شاحنات ضخمة يرجح أنها تنقل أسلحة وذخائر من منطقة عسكرية في قمة جبل قاسيون، وبثوا تسجيلات مصورة تثبت أقوالهم. وأشار ناشطون إلى أن مركبات مدرعة وشاحنات تقل جنودا من قوات الحكومة شهدت تغادر منطقة مطار دمشق الدولي التي يوجد فيها 3 قواعد للجيش متجهة نحو بلدة حران العواميد القريبة. الأزمة السورية ألقت بثقلها على الدول الجوار، ولبنان الخاسرة الأضعف والأكثر تأثرا بمجريات الأمور، كيف يتأثر بتلقي الضربة الأمريكية العسكرية على سوريا؟
المحلل الاستراتيجي العميد الياس حنا يرى في مقابلة مع الجديد أن المشاريع الكبيرة في المنطقة الخاصة بالأطراف المتنازعة لن تسمح بتفجير المنطقة. منذ سنتين ونصف السنة تقريبا تاريخ بدء الأزمة السورية، ولبنان يحاول جاهدا البقاء في منأى عن شظاياها، إلا أنه لم يفلح. لكن هل يصمد مع توجيه ضربة عسكرية أمريكية؟ فبالإضافة إلى موضوع النازحين، كيف ستتطور الأمور عسكرياً وأمنياً على الساحة الداخلية؟ فبحسب المراقبين لمجرى الأمور، فإن التبعات على لبنان مرتبطة بالسيناريو الذي ستتخذه المعركة. اليوم رايح على مرحلة أنت من الركود، من الجمود، من الأنبالانس، يعني مرحلة عدم التوازن بلبنان. هيدي بالحد الأدنى هيدي التداعيات تبعيتها. هلأ يبقى النتيجة بعد الضربة، كيف سيشعر السني في لبنان بعد الضربة؟ كيف سيشعر الشيعي في لبنان بعد الضربة؟ من هو مع 14؟ من هو مع 8؟ ما يحدث في سوريا سيحدد إذا بدك إعادة التوازنات على الساحة اللبنانية. أما عن سلوك حزب الله تجاه المعركة فهو مرتبط بالقرار الإيراني. شو السيناريو اللي ممكن اليوم؟ إسقاط النظام؟ كلا. إضعاف النظام؟ أوكي. إضعاف النظام حزب الله شو رح يعمل؟ رح يساعد أكثر النظام، رح يساعد أكثر النظام. تأثيره السياسي على الساحة اللبنانية هو سلبي أكثر، مزيد من الانقسام، مزيد من المذهبية، مزيد من التفجيرات. ويستبعد حنا نشوب حرب إقليمية. إذا حس حزب الله وإيران أنه ضرب سوريا أولاً وبالتالي الانقضاض على حزب الله بلبنان، قد تقلب الطاولة على الجميع. مشان هيك الخطر اليوم أنه إذا ضربت سوريا رد على إسرائيل، رد إيراني على إسرائيل، أن تشتعل المنطقة ككل. ولكن يبقى دائما بالعلاقات الدولية في لاعبين عقلانيين، وفي رسائل مبطنة، وفي دبلوماسية علنية، في الدبلوماسية السرية. يعني فلتمان من الدبلوماسية السرية، سلطان قابوس من الدبلوماسية السرية، هذا عدا القنوات الاستخباراتية والاستعلامية المباشرة أنه نحن سنقوم بهذا الموضوع. أوعى الخليج، أوعى مضيق هرمز، أوعى المملكة العربية السعودية، أوعى إسرائيل، وإلا قد تفتح الحرب ويضرب المشروع الإيراني ككل، لأنه كل السيناريوهات جاهزة بالمنطقة. وكأنه اليوم هيدا بيقول لك قديش المخاطر كبيرة، بيقول لك قديش مشروع الضرب صغير. لأنه الولايات المتحدة الأمريكية كل ما كبرت مشروعها بسوريا كل ما تورطت أكثر، وهي ما بدها تتورط. فمشان هيك أنا بقول لك رح تكون رأيي كتير محدودة ومضبوطة بمرحلة ما بعد، أنه لا ترد إيران ولا تتدخل إسرائيل، وروسيا تقبل وتعاند يعني تحرد مثل ما بيقولوا، والمملكة العربية السعودية بتكون ربحانة، بتعتبر حالها هي وين وين سيتويشن لكل اللي قاعدين. الضربة الأمريكية لن تتخطى الحدود السورية برأي حنا، حتى ولو قام النظام بتهريب بعض أنظمة الصواريخ تجاه لبنان، وهو الأمر الذي يستبعده. باسل العريضي، قناة الجديد. عدد النازحين السوريين لا يزال ضمن المعدل، والإجراءات الحكومية بدأت استباقاً للضربة الأمريكية المحتملة. حتى اللحظة حركة الدخول والخروج متناسقة مع كل الفترة السابقة. هل تزداد عملية الدخول إذا ما اقتربت ما يحكى عن ضربة عسكرية؟ نعم، متوقع أن تزداد. هي إذن تبعات مفترضة لضربة محتملة. وفيما يخص اللاجئين تبقى الإجراءات الاستباقية ضرورة مطلوبة، خصوصاً أن أزمة النزوح تتزايد أساساً. وبحسب أرقام الأمن العام فإن عدد السوريين الذين دخلوا لبنان والذين خرجوا منه إلى سوريا أمس وأمس الأول لم يختلف عن المعدل، وتراوح عدد الداخلين ما بين 12 ألف و 15 ألف سوري، وذلك عبر المصنع، وبلغ عدد الخارجين نحو 7000، مع العلم أن عدداً من داخلي لبنان يغادرون عبر مطار بيروت الدولي إلى بلدان أخرى. ما يجري العمل عليه حالياً هو استيعاب الصدمة الأولى، بمعنى إقامة مركز استقبال على المنطقة العازلة بين لبنان وسوريا في منطقة قريبة جدا للمصنع، بل ملاصقة لمراكز الأمن العام. يتم تجهيزها بالعيادات النقالة، الرعاية الطبية يعني، يتم تجهيزها بالمياه، تجهيزها بالأكل، تجهيزها بخيم استقبال النازحين في الفترة الأولى، ثم إجراءات تنظيم دخولهم إلى لبنان.
ويشير وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور إلى أن الأمم المتحدة طلبت أن تكون مراكز الاستقبال أو المخيمات متمركزة في مناطق تبعد من الحدود السورية اللبنانية أكثر من 30 كيلومترا. هذا التحفظ سقط لأنه ليس هناك قرار سياسي في لبنان أو وفاق سياسي على إقامة مخيمات داخل لبنان، وتم الاتفاق على آلية عمل وتم الاتفاق من هي المنظمات التي ستهتم بمركز الاستقبال من الناحية الإغاثية، بينما من الناحية الأمنية والسيادية فهو سيكون تحت سيطرة الدولة اللبنانية. وفي هذا الإطار أقام الأمن العام عند حدود المصنع حواجز إضافية واستحدث 3 مسارب جديدة، أحدها مخصص للرجال السوريين وآخر للنساء السوريات وثالث للفلسطينيين. توقيف الشيخ هاشم منقارة لكتمه معلومات عن التفجيرات بحسب القاضي صقر صقر، ومعلومات للجديد تتحدث عن إصدار مذكرة توقيف الجمعة بحق ضابط سوري لارتباطه بالتفجيرات. أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بعد ظهر الخميس بتوقيف رئيس حزب التوحيد الإسلامي مجلس القيادة الشيخ هاشم منقارة لكتمه معلومات عن تفجير المسجدين في طرابلس يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد توقيف الشيخ أحمد الغريب الذي ينتمي إلى هذا التيار للاستجواب وتوقيف مصطفى حوري الذي اعتبر المخبر ولارتباطه بعلاقة عمل مع الشيخ الغريب. القاضي صقر ختم التحقيق مع الموقفين 3، ويوم الجمعة سيحيلهم على قاضي التحقيق الأول الذي سيسطر بحقهم مذكرات التوقيف وعلى كل من يظهره التحقيق في جريمة تفجيري المسجدين في طرابلس أو بمخطط تفجيرات أخرى. نحن نعتقد بأن الشيخ هاشم منقارة يتعرض منذ تقريبا 2 لحملة أمنية وسياسية تستهدفه. أي بس برأيك 3 موقوفين بقضية طويلة عريضة تفجيرين بطرابلس على تحليل يعني إجباري يكون في أدلة على الشيخ هاشم؟ اسمحي لي الشيخ أحمد الغريب لم يوقف على تهمة تفجيري طرابلس وإنما لتأليف عصابة مسلحة. تأليف عصابة مسلحة هذه كلمة مطاطة. أنا كان عندي موقوف بهذه التهمة خرج براءة من هذه الدعوة. هذا توقيف على الشبهة. التوقيف النيابة العامة هو توقيف على الشبهة أقل من الظن. توقيف قاضي التحقيق يكون توقيف على الظن أعلى درجة من الشبه، فهذا توقيف على الشبه. هلأ شو قانونياً شو صار؟ راحوا على المحقق؟ هل الملف أمام قاضي التحقيق صقر حسب ما دلينا من الإعلام. القاضي صقر سوف يدرس الملف ويحيلهم بالمواد. درسوا وأحيلوا بكرة؟ ما وصلنا المعلومات. بده يدرسوا بده يحاول يحيلهم أو بده يدرس موضوع ويحيلهم بالمواد القانونية التي تنطبق عليه. إذا حيلوا بكرة شو معناته؟ ما يتحول لقاضي التحقيق حتى يعني. لقاضي التحقيق ينظر بالملف كمان أظن. لا يرقى لمستوى الإدانة، ليست إدانة، هذا شبهة وهذا ظن وليست إدانة. الإدانة تكون بالحكم القضائي الذي يصدر عن المحكمة المختصة. وقد علمت الجديد أن يوم الجمعة سيتم الادعاء على ضابط سوري له علاقة وطيدة بالموقفين ويدعى ميم عين لعلمه بمخطط التفجيرات وليس بالضرورة بمتفجرتي طرابلس. لدى رعايته حفل افتتاح واجهات سوق جبيل التجاري أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان المضي قدما لتأليف حكومة جامعة، لافتا إلى أن تعطيل التأليف ليس عملا ديمقراطيا ويمكنهم مقاطعة الرئيس إنما لا يستطيعون عزله، معلنا رفضه الأمن الذاتي لأن الجيش وحده يملك السلاح للدفاع عن الأرض. المنطقة العربية بكاملها تمر بالاضطراب والفتن، يحاولون نقل تداعيات هذه الفتن إلى لبنان. الرد يكون بتشكيل حكومة وحكومة جامعة كما قلت بالأمس. الرد يكون بالتزام إعلان بعبدة وبالجلوس إلى طاولة الحوار. نريد حكومة جامعة. رئيس الحكومة أجرى استشاراته واطلع على المواقف والمطالب. الكرة صبحت بين رئيس حكومة ورئيس الجمهورية. التعطيل تعطيل تأليف الحكومة ليس عمل ديمقراطي. الأمن منوط بالجيش والقوى الأمنية والأجهزة الأمنية. ما منحاول نحط إيدنا على هذه الأجهزة الأمنية، وإذا ما قدرنا حطينا إيدنا نشتم الأجهزة الأمنية، نشكك بولائها، نغدر بجنودها وضباطها. هذا
نحن اتفقنا أن القوى الأمنية تعالج الأمور الأمنية، فلنلتزم بما اتفقنا عليه، أو ننشئ أجهزة رديفة حد القوى الأمنية، وننظم السلاح. لا، يجب أن نصل إلى مرحلة وحده الجيش اللبناني يملك السلاح للدفاع عن الأرض ولحفظ الأمن. مهما كانت الحوادث، الأمن الذاتي مرفوض. ما هي مصلحة لبنان أن يقاطع دول العالم قاطبة؟ أنا قلت لكم من شيء 4-5 أشهر بيقدروا يقاطعوا الرئيس، بس ما بيقدروا يعزلوا الرئيس. تدابير أمنية وقائية في محافظة بيروت، باسيل يتفقد مؤسسة كهرباء لبنان، وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي. أعلن محافظ بيروت نصيف قالوش عن تدابير وقائية لحفظ الأمن في العاصمة، والبلدية ستركب كاميرات للمراقبة في جميع شوارع بيروت الإدارية. أخذ المجلس البلدي اليوم لمدينة بيروت قرار بإنشاء شبكة كاميرات مراقبة متطورة وحديثة، وتتصل بغرفة تحكم ميدانية، وطلبنا من السلطة التنفيذية اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع هذا القرار البلدي موضع التنفيذ بالتنسيق مع رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت. نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية مصارف لبنان فعاليات منتدى بيروت للإعلام الاقتصادي تأثيره في القطاع المصرفي والمالي العربي بمشاركة أكثر من 200 شخصية مصرفية عربية ولبنانية. وأول شيء منطالب حالنا، منطالب مؤسسة كهرباء لبنان والاستشارة أنهم يبلغونا رسميا شو الغرامات يلي عم تنفرض على الشركات يلي لما عم بيقصروا بمهماتهم وبتطبيق العقد، لأنه ما لح نقبل ما يكون في غرامات عم تنفرض تباعا على تأخير بتركيب عداد أو ساعة. افتتح مركز سرطان الأطفال في لبنان متجر جود لبيع مختلف السلع والمميزة والتي يعود ريعها لعلاج أطفال مركز سرطان الأطفال سانت جود، وتتنوع السلع التجارية من الإكسسوارات إلى الملابس ومستلزمات الديكور المنزلي والتذكارات والهدايا للإناث والذكور من كل الأعمار وبأسعار مقبولة جداً. عثر في شارع مارم خايل في منطقة الجميزي على رجل مسن ومشرد ممدد على رصيف الشارع وهو مغطى بالدماء نتيجة النزف من أنحاء مختلفة من جسده، وقد لفت وضعه المأساوي بعض المواطنين الذين حاولوا إسعافه ومساعدته بالاتصال بالصليب الأحمر الذي خيب أمالهم بالإجابة أن المستشفيات اللبنانية لن تستقبله، فعمدوا إلى الاتصال بالشرطة على الرقم 112 فوعد المجيب بمحاولة إيجاد حل ما، ومضت ساعات ولا من سميع أو مجيب لنجدة هذا المسن الوحيد الذي يبدو أنه تعرض لصدمة سيارة وإحدى قدميه مصابة بالغرغرينة. أهلا بكم من جديد. شهيد كان مقبلا على الزواج وآخر ترك وراءه 4 أطفال. كاميرا الجديد قابلت عائلات شهداء مجزرة قلندية شمالية القدس المحتلة وعادت بالتقرير التالي. نسيم صباحي في فلسطين برائحة الشهداء، فما زالت عائلة الشهيد روبن فارس من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة في هول الصدمة بعد انطلاقه للعمل في تمام الساعة 6 صباحا. تلقت العائلة خبر استشهاده برصاصة في القلب، تاركا وراءه زوجة و4 أطفال، أصغرهم فارس ابن 4 سنوات وأكبرهما الطفلة أنوار 12 عاما. سعيد والله مش متحملة من مرة. قال لي خلود ما تطلعيش الأولاد على المدرسة في يهود في المخيم، حكيت له طب روح. قال لي خلاص الكاتبة الله بده يصير. قلت له روح مشاني روح. قال لي خلاص الكاتبة الله بده يصير ما في شيء شيء، أنا راح مش راح أطول، بدي أروح أتغدى أنا وياك. بكيت قاعد أصلي في الضحى كام إشري زي البرك اجع في وجهي، ما حدا عبر علي، مش شيء عبر علي، ايش برك في وجهي. قال لي قومي ابنك الصواب قومي. طلعت اجري حافي على الحاره. انا بابا كثير حنون، انا اشتقت له كثير
وبكيت أنا وياه نلعب مع بعض. واستشهد 3 شبان وأصيب ما لا يقل عن 19 آخرين، 4 منهم وصفت حالتهم بأنها خطرة، وذلك خلال اقتحام قوات العدو مخيم قلنديا لاعتقال أسير محرر. في هذا المكان أزهقت أرواح بريئة، كان ذنبها الوحيد تواجدها في مكان الاقتحام بحثا عن قوت أطفالها. هذه مجزرة بشعة، يعني عمل همجي كان مقصود فيه بس مش الاعتقال، الاعتقال والإذلال والقتل لأهل هذا المخيم. عن عمر يناهز 19 عاما رحل جهاد أصلان، أمه ثكلى كانت تبحث له عن شريكة العمر، لكنه خطف من الحياة قبل أن يتحقق حلمها. اعتقل 3 مرات وصاب مرة عمره 14 سنة، بلاتين في إجري التنتين، ما كانش يقدر يعني يشتغل، كان يما يشتغل يومين 3 ويقعد جنبهم ما يقدرش يشتغل. أكثر من 25,000 فلسطيني يعيشون داخل المخيم، ذاقوا عذابات وآلام لا تعد ولا تحصى، كغيرهم من أبناء الوطن الواحد المشردين في بقاع الأرض المختلفة. المناطق الفلسطينية التي تديرها السلطة تستبيحها قوات العدو الصهيوني، تقتحمها وقت ما تشاء وتقتل وتدمر ما تشاء. كل هذا على مرأى ومسمع مفاوض فلسطيني مصر على مفاوضة العدو. يبدو أنه من عالم آخر، من داخل مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة. نزار حبش، قناة الجديد. تونس تفكك خلية لجهاد النكاح وزعيمتها قاصر. صغيرة اللي عمره 16 سنة والتقران 16 سنة يعملوا فيه معتل يسلونهم ومخاخهم. رحمة التونسية 16 عاما أثارت جدلا واسعا فيما يتعلق بفتوى جهاد النكاح في سوريا. رأى البعض حيث كان أهلها يناشدونها العودة من سوريا أن قصتها ملفقة، إلا أنها كانت فضيحة لبعض المجموعات المتشددة التي تقاتل في سوريا وبمثابة إنذار للفتيات التونسيات. وها هو جهاز الأمن العام في تونس يلقي القبض اليوم على خلية لجهاد النكاح في وسط تونس في جبل الشعنبي، حيث يتخذ المسلحون الكهوف مخبأ لهم. وقد أعلنت الشرطة أنها فككت خلية جهاد النكاح التي تبين أن عناصرها ينتمون إلى جهاد الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتتزعم هذه الخلية فتاة تونسية في 17 من عمرها مكلفة استقطاب الفتيات وخصوصا القاصرات المنقبات منهن بحسب اعترافاتها، وأنها ترافقهن إلى مخابئ المقاتلين لمناصرة عناصر التنظيم المسلح في إطار ما يعرف بجهاد النكاح. وذكر التقرير الأمني أنه عثر في مخابئ المسلحين على ملابس داخلية نسائية، وأنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها تفكيك خلية لجهاد النكاح. ويذكر أيضا أنه ما زال هناك عدد من الفتيات التونسيات المفقودات اللواتي يرجح وجودهن في سوريا. أما الآن فننتقل إلى النشرة الفنية التي أعدها الزميل شادي خليفي. أهلا بكم. تستمر الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية التي يرأسها النائب غسان مخيبر في نشاطاتها الصيفية المنوعة، والتي جرى اختتامها بنشاط حمل عنوان مشاوير موسيقية 2013 أقيم في غابة الأرز في محمية الباروك، والهدف نشر الموسيقى في مختلف المناطق اللبنانية عبر تعليمها مجانا للتلامذة. غسان مخيبر، مثل كل سنة نحن بنلتقى بأرز الباروك، خبرنا عنها نهار تحديدا وشو تحضيراتكم اليوم؟ هاي تاني سنة أنا مش عم بحضر، نحن مشاركين بجمعية لوبام، جمعية لبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية، مشاركين مع مجموعة كتير كبيرة من الفنانين اللي عم بيغنوا بيدقوا تحت الشجرات. موزعين تحت الشجرات. الحلو فيه برمزيتها، يعني أقله بالنسبة لإلي، كنا مبارح وبعدنا عم نودع شهداء عم بموتوا بالعشرات بل بالمئات بلبنان، ووضع هالقد سيء. انا كنت عم بقول انه الثقافه صارت نوع من المقاومه، في مقاومه ثقافيه،
على اللبنانيين بوجه القتل، بوجه كل التعتير اللي عم بيصير، خصوصي برمزية الموسيقى تحت الأرز. قال جبران أعطي للناية وغني، فالغنى سر الوجود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. الأنين الناي والموسيقى بدها تبقى بالرغم من التفجيرات. صار في بلبام تقريبا، صار في باربع فروع، اخر فرع بشوف في 108 بكلهم صاروا تقريبا، لا صار كل التلاميذ صاروا تقريبا 350 اللي كيف موزعين يعني عندك وين في لبام بكل منطقه وين؟ فروع اربعه صاروا، اخر فرع كان ببعقلين بشوف، اول فرع كان ببيت مي، وفي بجديده وبسكنتا، والسنه الجاي الله راد نفتح فرع بطرابلس. الجمعيه بتعلم موسيقى مجانا للتلاميذ من عمر 10-18، بتعطيهم الالات مجانا، بنظمهم باوركسترات للالات الهوائيه والايقاعيه. هلا في مجموعه مشرشرين هون بالحرش، فلتانين بالحرش، لا مهضومين كثير، انا كثير فخور فيهم. من عمر 10-18 هلا طبعا يبلشوا يتعلموا 10-18، بس الاوركسترات مفترض يكملوا تيصيروا 70، ونطمح انه يكون تعليم الموسيقى بكل المدارس اللبنانيه، لا سيما المدارس الرسميه. انا بعتبر مثل الثقافه موسيقى حق من حقوق الانسان. تحليلات سياسيه لكارول سماحه. سوزان نجم الدين تحتقر نفسها بسبب دفاعها عن الوحدة والقومية العربية. السلطانة هيام حاولت الانتحار مرتين، وجورج كلوني وساندرا بولوك افتتحا مهرجان البندقية. اعتبرت الممثلة السورية سوزان نجم الدين أنها كانت تعيش في أكذوبة كبيرة عندما كانت تدافع عن الوحدة والقومية العربية، وقالت: مجرد تهديد أمريكا لسوريا ولغيرنا يشعرني وكأننا نحن العرب أطفال معوقون ذهنيا وجسديا نعيش تحت سلطة وصوت أمنا الغولة. كم أحتقر نفسي أنني عربية تؤمن وتنادي بالوحدة والقومية العربية، أعيش خدعة كبيرة وكذبة أكبر. اعتبرت كارول سماحة أن الضربة العسكرية الأمريكية على سوريا في حال توجيهها هي تخدم مصلحة إسرائيل وتهدف إلى إضعاف الجيش السوري بالدرجة الأولى. وهاجمت كارول الأمريكيين واعتبرت أن هذه الخطة تندرج في إطار السيطرة على ما تبقى من الشرق الأوسط، وقالت: هدف الهجوم الأمريكي على سوريا ليس إلا تأمين مصالح إسرائيل في المنطقة وإضعاف الجيوش العربية المتبقية والسيطرة على الشرق الأوسط. فبعد منع تسليح الجيش اللبناني والقضاء على الجيش العراقي والسيطرة على تونس وليبيا، لم يبقى سوى الجيش السوري والمصري. الخطة واضحة. بعدما أعلن أن الممثلة مريم أزهرلي الشهيرة عربياً بدور السلطانة هيام حامل بشهرها الرابع من حبيبها الذي يرفض الطفل، خرجت مريم أزهرلي عن صمتها بتصريحات جديدة صدمت الناس، وهي محاولتها الانتحار مرتين. المرة الأولى بعدما تعرضت لضغوط نفسية كبيرة طوال السنوات الثلاث التي قضتها في اسطنبول لتصوير ثلاث مواسم من مسلسل حريم السلطان، حيث أرادت رمي نفسها من غرفتها في الفندق بعد استلامها جائزة في مهرجان أنطاليا، والمرة الثانية بعد لقائها الأخير بحبيبها الذي أرادها أن تجهض الجنين لأنه لديه ولدين ولا يريد الإنجاب حالياً، لكنها رفضت وقررت أن تكون أماً عزباء. افتتح نجما هوليوود جورج كلوني وساندرا بولوك الدورة 70 من مهرجان البندقية، أقدم مهرجانات العالم السينمائية، مع فيلمهما جرافيتي بحضور الممثلين وأعضاء لجنة التحكيم. ويشارك في المسابقة العالمية الرسمية 20 فيلماً للفوز بالأسد الذهبي الذي يمنحه المهرجان في 7 أيلول. كان هذا كل شيء في نشرتنا الفنية، شكراً لمتابعتكم. كان في النشرة تراجع في البيت الأبيض، ما من أدلة دامغة على تورط النظام في ضرب الغوطة. في الخاص: إذا حس حزب الله وإيران أنه ضرب سوريا أولاً وبالتالي
الانقضاض على حزب الله بلبنان قد تقلب الطاولة على الجميع. إجراءات لبنانية تحسباً لارتفاع عدد اللاجئين. إقامة مركز استقبال على المنطقة العازلة بين لبنان وسوريا في منطقة قريبة جداً للمصنع. توقيف منقارة لإخفائه معلومات في جريمة طرابلس. الموسيقى الأوركسترالية تصدح في محمية البرق. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.